مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. الإسلام هو رسالة الله الخاتمة، بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين. هذه الرسالة لها العديد من الغايات. وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس هذه الغايات الأخلاق، لما لها من مكانة في هذا الدين. الأخلاق وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حين شرع الله سبحانه وتعالى العبادات من صلاة وصوم وزكاة وغيرها من العبادات، كان لكل عبادة من هذه العبادات غاية وقيمة أخلاقية، ليست مجرد طقوس تؤدى أو مجرد شعائر يمارسها الإنسان جوفاء ليس لها معنى. حول هذا الموضوع وأهمية انعكاس العبادات على سلوك الإنسان سواء مع الآخرين أو على شخصيته، تدور حلقة اليوم من فقه الحياة. ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة الداعية تامر مطر، الباحث في الشؤون الإسلامية. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه الحلقة والحديث عن الأخلاق وقيمة الأخلاق في الإسلام بعد الفاصل. مشاهدينا لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة الداعية تامر مطر، الباحث في الشؤون الإسلامية. أجدد لحضرتك التحية أستاذ تامر. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أستاذ تامر، بداية الأخلاق، قيمة الأخلاق في رسالة الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد، الذي ضرب الله به المثل فجعله فوق الخلق فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد، حقيقة الأخلاق هي فقط ليست غاية الإسلام، وإنما هي غاية كل الشرائع السماوية التي أرسل الله بها الأنبياء. الله عز وجل اصطفى سيدنا آدم عليه السلام وكرمه، ثم كرم بنيه من بعده. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فهذا التكريم من الله سبحانه وتعالى بأن جعل الإنسان مميزا عن غيره من المخلوقات، سخر له كل ما في الكون بما في ذلك الملائكة حين اصطفى آدم. وقال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا العلم السابق في أزل الله سبحانه وتعالى الذي يباهي به الملائكة، والذي يقول لهم: إني أعلم من هذا المخلوق ما لا تعلمون. هذا العلم، يعني في رأي كثير من العلماء، هو خلافة الإنسان لله عز وجل في هذه الأرض، بأنه حينما يسمو الإنسان ويزكو بأخلاقه ويسمو بروحه ويزكي نفسه يصبح فوق درجة الملائكية. فهذه الدرجة النورانية العالية التي لا يصل إليها أحد إلا خليفة الله في هذه الأرض وهو الإنسان. من الجن كان طاووس الملائكة كان إبليس عليه لعنة الله قبل أن يطرد، لكثرة عبادته ولكثرة طاعاته لله عز وجل اصطفاه الله عز وجل، ولكنه فسق عن أمر ربه. نعود مرة أخرى إلى هذا الإنسان الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعل له هذه الدرجة التي تعلو على درجة الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فماذا تفعل؟ قعوا له ساجدين. هذا السجود هو سجود تكريم للدرجة التي يكون فيها الإنسان حينما يسمو بنفسه ويرتقي بروحه ويرتقي بأخلاقه. هذه هي النقطة الأولى، أن الإنسان يختلف عن باقي المخلوقات، ولذلك الملائكة حينما عابت لم تعب شكل الإنسان كما عاب إبليس. إبليس قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن الملائكة حينما توقفت أمام الله عز وجل
وقفة استفسار وليست وقفة اعتراض، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقفوا وقفة استفسار مقارنة بمن كانوا قبل الإنسان من مخلوقات أيا كان شكلها أو نوعها، لا ندخل في هذه التفاصيل، ولكن بمن كانوا من قبل أو بما يتوقع من الإنسان أن يكون كسالفه اللي كان قبله حين أفسد في الأرض وسفك الدماء. قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن الملائكة تخوفت من سوء أخلاق الإنسان، وهذه أول خطيئة فعلها الإنسان بعد نزول آدم على الأرض. طب لماذا كان متوقعا أن الإنسان سوف يقتل وسوف يعني يسيء في معاملته وفي يعني الآراء في ذلك آراء كثيرة، منهم من يقول إن ذلك لما رأت الملائكة من المخلوقات السابقة، طبعا الجن مخلوق قبل الإنسان، من إفسادهم في الأرض وتدميرهم للأرض وإراقتهم لدماء بعضهم البعض، فتوقع الملائكة أن كل مخلوق يخلق على هذه الأرض ويكون فيه له سكنة في هذه الأرض سيكون على نفس الشكل. الرأي الثاني أن الإنسان فيه من طبيعة الأرض، وطبيعة الأرض أنها طبيعة كثيفة ثقيلة تنزع به إلى الشهوات، فربما أصبح الإنسان يحن إلى الأرض بما فيها من طبائع فتسوء أخلاقه، ثم ينتج عن ذلك ما نتج عن المخلوقات السابقة. تمام؟ فالملائكة كانت تستفسر في هذه الدرجة أو عن هذه الكائنات التي ستوجد على الأرض، أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن كان يتوقع الملائكة إفساد في الأرض وسفك للدماء، وهذه هي أول خطيئة لمن جاءوا من صلب آدم عليه السلام. نعم. واضرب لهم مثلا ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، أول شيء فعله سفك الدماء، قال لأقتلنك. إذن الله عز وجل بعد هذا أرسل إلى أبناء آدم الأنبياء والرسل، كلما ابتعد الناس عن الفطرة السليمة وعن الأخلاق القويمة أرسل إليهم الرسل ليأخذوهم إلى إما إلى التوحيد لأنهم ضلوا ولا أخلاق لهم فيأخذونهم إلى التوحيد مع الأخلاق، أو ربما كانوا أصحاب أخلاق ولكنهم ضلوا عن التوحيد فيرسل الله لهم النبي، ولا يرسل معهم شريعة مع النبي شريعة، يرسل لهم نبي يدعوهم إلى التوحيد وفقط، لأن أخلاقهم قد تكون أخلاق حميدة. نعم. بقيت فيهم قوانين النبي السابق أو الفطرة السليمة فلم يضلوا إلا في عبادة غير الله، فيرسل الله إليهم نبيا، هذا النبي يأخذ بأيديهم إلى التوحيد الخالص. نعم. وربما كان الناس على التوحيد ولا أخلاق لهم يضلون، فيرسل الله عز وجل إليهم من يصلح لهم شريعتهم ويصلح لهم أعمالهم وأخلاقهم مرة أخرى بأن يعيدهم بشريعة جديدة إلى الأخلاق القويمة. إذن فالخلاصة في الأمر كله أن الإنسان يطلب منه أن يضبط علاقته بالله عز وجل، وهذا الضبط هو بالتوحيد، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن لا يعبد سوى الله، وأنه لا مستحق على الأرض بالعبودية إلا الله، وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، وأن يكون الإنسان مرتبط بكلياته وجزئياته بالله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى الجانب الآخر أن يضبط الله عز وجل بين الناس بعضهم وبعض، يضبط بينهم العلاقات في التعامل وإقامة العدل فيما بينهم وإقامة الأخلاق فيما بينهم، وأن لا يبغي بعضهم على بعض، وأن لا يأكل بعضهم مال بعض، وأن لا يسب بعضهم بعضا، كل ما يمكن أن يقال في الأخلاق الحسنة. ولذلك نجد العلماء وقفوا وقفة أمام ما هو مركوز داخل فطرة الإنسان، هل الإنسان يجنح إلى الخير بطبعه أم يجنح إلى الشر، أم هو مزيج ما بين الخير والشر، وهل الإنسان يستطيع أن يستغني عن شريعة أم لا يستطيع أن يستغني عن شريعة، يعني ما حاجة الإنسان إلى شريعة لتقول له إن القتل خطأ، والقتل في أساس نفس الإنسان وفطرته يعلم أن القتل أمر خطأ وأنه مقبح إلى النفس. طب إذا كان هو من الأرض والأرض لها طبيعة ثقيلة، نعم، ده يؤشر إلى أن الإنسان طبيعي أنه هو هيميل للشر.
يعني بعض الآراء ذهبت إلى مثل هذا، وبعضهم قالوا بل إن الإنسان بطبيعته يقبل الخير، أو الإنسان مركوز فيه الخير، ولكنه بسبب مجالساته ومعاشراته لأهل الشر، لمن جنحوا من قبل يعني إلى الشر وعندهم طبيعة الشر في نفوسهم، بمعاشرته لهم ومماثلته لهم ومجانسته لهم أصبح يجنح ويميل إلى الشر. ولكن الكل متفق في النهاية إلى أن الإنسان سواء كان الشر هو الأصل في خلقته أو الخير هو المركوز الأساسي في طبيعته، أيا كان، أو هو مزيج بين الاثنين، أيا كان الأمر، فالعلماء جميعا متفقون على أن الإنسان يقبل أن يتغير طبعه من إلى، فيمكن أن يتغير من الخير إلى الشر، ويمكن أن يتغير من الشر إلى الخير. وهنا جاءت علوم الأخلاق وسياسة الناس وتدريبهم وتربيتهم وما إلى ذلك من الأمور التي تعين الإنسان على الوصول إلى الخير. طب فكرة التغيير أستاذ تامر، يعني هل التغيير بإرادة الشخص؟ يعني هل هو اختيار شخصي إنه هو يتغير من الشر إلى الخير أو العكس؟ أم أنها إرادة إلهية يريد الله له أن يكون إنسانا جيدا وبالتالي هو يدفعه في هذا المسلك؟ طيب، هو احنا هنرجع برضو للسؤال يعني السابق. لا قبل السابق في الحلقة السابقة طبعا، نعم. وهو هل الإنسان مسير أم الإنسان مخير، وقلنا أن هذه جدلية، لكن في النهاية الواقع العملي بيقول إن الإنسان قابل للتغيير، سواء هو أراد أم لم يرد، سواء سبقت مشيئة الله أم لم تسبق له، الإنسان في طبيعته قابل للتغيير. الأشياء الباقية هي أشياء محيطة وليست في صلب الموضوع. يعني من شاء الله له الهداية اهتدى، ومن شاء الله له التغيير تغير، ومن لم يشأ الله عز وجل وإن أراد هو لم يتغير. هذه أمور جانبية وعرضية، لكن أصل الإنسان والذي يعنيه والذي بداخله يجب أن يكون موطن قوة وأن يضع يديه عليها، على هذه المواطن، مواطن القوة، إنك يا إنسان قابل للتغيير. نعم. وأن مهما كان الإنسان فيه من شر بداخله فإن هذا الإنسان يمكن أن يتغير. طب أستاذ تامر، يعني فكرة الثبات على أمر، يعني من هو على الخير، كيف يضمن الثبات لنفسه حتى لا ينجرف إلى الشر؟ هو دايما يقولون المصاحبة، وإن الصاحب ساحب، وكل الناس متفقة على هذا المبدأ. دائما الإنسان الذي يقتنع بقناعات معينة، إذا وجد في دائرته ودائرة معارفه وأصدقائه وأصحابه من هم على نفس الشاكلة، هذا الإنسان سيستمر ويكونون معينين له. وهنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الدين حيغلبه، حتنكسر في النص. لكن إذا الإنسان كان على مبدأ وعلى تقوى وتمسك بأمر دينه ولم تكن من حوله صحبة تعينه على هذا، فإنه سيجاهد أيما مجاهدة، حيجاهد بشدة، لأنه في هذا يأتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على جمر من النار. يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر من النار. ليه؟ لأنه اختلفت البيئة الإيمانية، وده بنشوفه كتير مع الشباب. يعني بعض الأسئلة اللي بتطرح في مجالساتي ومحاوراتي مع الشباب، إنه أنا الحمد لله ما بشربش خمور مثلا، ما بعملش حاجات محرمة، ولكن الكوميونيتي والمجتمع اللي أنا عايش فيه كل أصحابي بيعملوا كده، وأنا بقع في حيرة وفي شك، هل أنا اللي صح ولا هم اللي صح؟ وهل أنا يعني أنا كده منعزل؟ نعم. والإنسان بيشعر بعزلة. وهنا يأتي جواب قاطع بأن الباحث عن الحق والمتمسك بالحق ومن انطوت نفسه على الحق يوما ما سيهديه الله للحق وسينير طريقه وسيعلمه أنك أنت الذي على الحق وغيرك ليس على الحق. وهنا يأتي دور سيدنا سلمان الفارسي، هذا الذي تربى في بيت الملوك في فارس، ولكنه لم تكن نفسه مرتاحة لما عليه قومه من عبادة الأوثان وعبادة النار، فأراد أن يبحث عن الحق، فأخذ يبحث من بلد إلى بلد ويقطع الصحراء، من راهب إلى راهب إلى راهب
إلى أن انتهى به المطاف بعد ما يقارب 10 سنين، وهو كان شابا لا يزال فتيا حينما خرج يبحث عن الحقيقة. الباحث عن الحقيقة سيدنا سلمان الفارسي هدي في النهاية لأن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر يستساغ للإنسان أنه يترك مبادئه وقيمه ويترك الحقيقة التي حتى ربما لم يكن يعلمها، مجرد بحث الإنسان عن الحقيقة في حد ذاته مقبول عند الله عز وجل ويكتب عند الله من المقبولين حتى وإن لم يصل إلى الحقيقة، طالما أنه يبحث عن الحقيقة مجردا. نعم. الإنسان في حيرة وأنا أبحث عن الحقيقة تكتب عند الله مقبولا حتى وإن لم تصل إلى الحقيقة. أنت في طريقك إلى البحث عن الحقيقة، البحث عن الله، رحلتك في البحث عن الله، رحلتك في البحث عن الإيمان الحقيقي الذي يبنى على يقين، هذا يكتب عند الله من أهل الفترة. طب اسمح لي أستاذ تامر، يعني النفس أمارة بالسوء. نعم. فكرة النفس أمارة بالسوء يعني بتأمر الإنسان بفعل السيئات، وبالتالي هي كأنها الفترة أنها عليه أن يجاهد هذه النفس طول الحياة؟ لا، هو شوفي حضرتك، النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، هكذا يقول الإمام البصيري في بردته. نعم. يعني إحنا عندنا طفل صغير بنوديه المدرسة، وهو في المدرسة في بداية الأمر مش عايز يقعد على الديسك، بيخرج من غير ما يستأذن المدرس، ممكن وهو قاعد يحدف القلم على صاحبه، ممكن يقطع الكراسة بتاعته، يقطع دفتر التحضير بتاع المدرس، ممكن يعمل شوية حاجات كده يخلوا المدرس يشد في شعره. المدرس إذا كان حصيفا وده دوره هيبدأ يحط الحدود والقواعد، مرة هياخد على إيد الولد ويقول له كده غلط، المرة التانية هيحرمه من إن هو يخرج البريك، المرة اللي بعدها هيحرمه من إن هو يطلع على السبورة، أو لو جاوب صح مثلا مش هيخلي زمايله يدوله تحية، فهتبدأ نفس هذا الطفل الصغير تنضبط. نعم. وهدي مثال، وإحنا شباب لحد ما بنوصل لسن التجنيد احنا حياتنا بنبقى عايشينها بالطول والعرض، بنعمل اللي احنا عاوزينه. اول ما بدخل اداء الواجب الوطني والخدمه العسكريه بيطلع من بعد السنه او السنتين اللي بيقضيهم بيطلع شخص مختلف. اللي كان بينام الساعه 1 بالليل ويصحى الساعه 12 وسريره مش مترتب ودنيته ملخبطه، لا، بدا يتسيستم، بيصحى الساعه 6 الصبح او بيصحى الساعه 5 الصبح، بيرتب سريره، حاجته متنظمه، دولابه متنظم، كل حاجة عنده بمواعيد، الدنيا انضبطت. ليه؟ لأنه خد فترة تحولت فيها نفسه. تأهيل. في البداية كان الأمر صعب، لكن في النهاية بيقول يا ريتني أفضل مستمر على كده بقيت حياتي، لأن ده له ثمار. هكذا نفس الإنسان، نفس الإنسان هنسيبها عادي هتعمل كل اللي هي عاوزاه، وده الدلع. لو واحدة متدلعة في بيت أبوها وراحت اتجوزت واحد حياته منظمة هنلاقي تصادم في النص. ليه؟ لان هي بتعمل اللي هي عاوزاه في بيت اهلها، لكن لما بتروح بيت جوزها مش مقبول، حياه تانية. فلا بد ان هي تدرب نفسها على تقبل الوضع الجديد وتتعامل كذا. هكذا الانسان بنفسه، الانسان يولد على فطره صفيه نقيه، كل مولود يولد على الفطره، وابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، اذا البيئه المحيطه. طيب انا اتولدت في بيئه مؤمنة وأؤمن بالله عز وجل وأخلاقي أخلاق حميدة، استمر على ذلك واعرف أن دي منحة من ربنا سبحانه وتعالى، وابحث عن تقوية هذا. نعم. ما تروحش بقى تقول ما أنا أصلاً ماليش سبب في لا، ما يعني غير مقبول أنك تنقض ما منحك الله عز وجل، ولكن زود عليه. طيب أنا اتولدت لكن الأب ما بيحافظش على الصلاة، ما بيدعوش ولاده للحفاظ على الصلاة، دنيتنا ملخبطة ومش عارف إيه. في فترة معينة أنت ستسأل عن نفسك، الأب مسؤول عنك حتى فترة معينة إلى أن يبلغ الإنسان سن التمييز. تمام. بس هنا هيثار السؤال، تفضل. يعني فكرة إذا كنت أنا موجود في بيئة طيبة وبيئة سيئة أخرى خرج منها ابن آخر في نفس السن، إزاي هيتساوى الاثنين في الحساب إذا كان ده ما قاومش أو ما تعبش نفسه، لأنه هو علموه الصلاة وعلموه الصيام وعلموه حاجات كتير كويسة في البيئة بتاعته والتاني ما تعلمش أي حاجة؟ طيب تعالي نحط قاعدة في الحساب علشان احنا فاهمين موضوع الحساب غلط. احنا
فاهمين موضوع الحساب ان هو كله بمعيار واحد. لا، الحساب كل انسان يحاسب بحسب محدداته هو لوحده. ربنا سبحانه وتعالى، وده الكلام من القرآن، يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني فلا تظلم نفس شيئا. كل واحد ليه ميزان مختلف، كل واحد ليه ميزان مختلف عن التاني. الصحابي اللي هيحاسب، اللي كان شريكا لرسول الله في الدعوة، اللي هيحاسب عليه غير الإنسان اللي جاي بعد 7-8-9-10 قرون لم يرى رسول الله ووجد بيئة مختلفة، فيحاسب مثل ما يحاسب الصحابي بنفس الميزان. هذا مستحيل. نعم، تمام. العالم الذي حفظ القرآن وقرأ الفقه والحديث ثم أخطأ وشرب الخمر لا يحاسب كالإنسان الذي أسلم جديدا ولم يعلم حتى أن هذا محرم في الإسلام، لا يستويان. أو كالجاهل أو كالفاسق الذي يخطئ ثم يألف المعصية وكذا ولكنه جاهل وأهول، هذا لا يحاسب مثل هذا. إذن كل إنسان، وإن كان في النهاية الله يغفر للجميع، هذا يعني هذه إرادة الله، لكن أنا بفسر فكرة الحساب والميزان كيف يكون. في النهاية بنأتي إلى درجة أو معرفة أنه الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل إنسان بحسب محدداته. واحد نشأ في هذه البيئة يحاسب، وكل المشترك في هذا كله أنه هل بنيت ما أنت عليه على يقين أم على غير يقين؟ يعني على يقين، يعني باختيار شخصي. نعم. ووصول إلى أن هذا هو الحق بنفسي وليس لأنني ورثته عن أبي مثلا. هل امتحنت ما أنت فيه فوجدته هو الصواب فبنيت عليه وزودت، أم أنك استسلمت؟ يا أخي اختبر، ما ربما ما أوجدك عليه أبوائك أيا كان ربما كان خطأ. والإسلام دائما أقول الإسلام ليس عنده سوءة يريد أن يسترها عن أحد من أتباعه، ولكنه يدعو جميع أتباعه، لا بل ليس أتباعه فقط، ولكنه يدعو أعداءه قبل أتباعه، لأن يمحصوا القرآن الكريم ولأن يتفكروا في كل شيء في القرآن وفي ملكوت السماوات والأرض. يا الله. نعم. لأن النتيجة ستكون قاطعة جازمة إذا كان الإنسان متجرد. نعم. أن هذا هو الحق. يعني ما بحثش متحيزا، يعني متجرد أنا ولا متبني حتى اللي أنا عليه، أنا سأختبر ما أنا عليه. وأنا قلت كده في حلقة سابقة مع حضرتك أنه الإمام الغزالي لما دخل في مرحلة الشك قال أصبحت خرجت بنتيجة حتى أصبحت أني أعرف أن الواحد زائد واحد يساوي اثنان، بحيث لو جاء لي ساحر وقال لي أن الواحد زائد واحد يساوي ثلاثة ولا يساوي اثنان بدليل أني أقلب لك هذه العصا ثعبانا، لم يغير ذلك عندي شيء، بل تعجبت من كيفية قلبه للعصا ثعبانا ولم أغير أن الواحد زائد واحد يساوي اثنين. ده العلم اليقين. طبعا الإنسان قد لا يصل كل الناس إلى هذه الدرجة من اليقين، لأنه مش كل الناس عندها أدوات البحث، ولكن عليك أن تبحث قدر استطاعتك. فإذا وصلت إلى ذلك فأنت في النهاية عند الله عز وجل مقبول، لأنك تبحث متجرد. لكن البحث بالهوى، ولذلك القرآن دايما يذم يدعو إلى البحث والتفكر والتدبر والتأمل، ولكنه يذم الهوى. لا، ولذلك نيجي نلاقي ديكارت وبيكون والفلاسفة الفرنسيين وعلماء البحث العلمي يقولك أنه الهوى عدو العلم، وأنه الباحث لابد أن يتحلى بصفات أولها التجرد. نعم. والتجرد ده يعني أنت مش داخل بخلفية مسبقة. كذلك كالقاضي يدخل ولا خلفية مسبقة له تجاه أي من الخصمين. نعم. إنما يدخل متجرد. كذلك أنت أمام، أنت في البحث، أنت حكم وأنت قاضي، هذا خصم، أو يعني إذا كان في أفكار توازن بينها، هذه الفكرة خصم والفكرة الأخرى خصم، وأنت متجرد تقبل في النهاية بعد أن توازن بكل المعايير العلمية المجردة. طب حضرتك كنت بتتحدث عن فكرة الأنبياء والرسل، أرسلوا منهم من أرسل لمن عندهم أخلاق. نعم. ولكن ليس لديهم إيمان أو التوحيد، وهذا نجد عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني إذا رحنا للعرب قبل الإسلام هنلقى أن العرب كان عندهم من الصفات الجميلة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتممه، وزي ما حضرتك قلت في الحديث إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهنا نعلم أن هذا إتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسالة المحمدية الخاتمة جاية تكمل بنيان. مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأخذ يجملها ويزينها إلا موضع لبنة، إذن فالبنيان مكتمل ينقصه لبنة. هذه اللبنة بإيه بقى؟ هذه اللبنة بالأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نون. وكلمة نون ده سر كبير جدا، يعني لو نظرنا إلى النون سنجد أن النون عبارة عن نقطة تنزل في بحر، فكأن رسمة الإناء الذي يحوي هذه النقطة هو الكون، وهذه النقطة هي السر، هو العلم الإلهي الذي أرسل إلى هذه إلى هذا البحر فأصبح مليئا بعلم الله عز وجل. نون والقلم وما يسطرون، ما يسطرون في هذه الحياة من حياة وأعمال وأمم ثم أمم ثم أمم ثم أمم، ومنها وبينها الأخلاق. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. إذن فما بين نون وما بين وإنك لعلى خلق عظيم كأننا ننظر إلى هذا البنيان الذي اكتمل ولكن ينقصه وإنك لعلى خلق عظيم. فنون هي البداية والقلم، يوم أن قال لله، قال الله عز وجل للقلم اكتب، قال له ما أكتب؟ قال أكتب ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. دي البداية، البداية بالنسبة لنا إحنا كخليقة وليس بالنسبة لله عز وجل، فالله عز وجل غير مقيد بزمان. ثم الختام وإنك لعلى خلق عظيم، هو نفس المعنى اللي فسره لنا سيدنا النبي بهذا الرسم التصويري، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي. أخذوا الناس بقى أخذوا يطوفون وينظرون إلى هذه الدار أو هذا المبنى ويقولون ما أجملها وما أحسنها وما لهلا وضعت هذه اللبن، فأنا اللبنة وإنك لعلى خلق عظيم، وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله إلى هذه الأمة وعندهم من المروءة وعندهم من الكرم وعندهم من الشجاعة وعندهم من الأخلاق الحميدة التي حمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها، قال لقد حضرت حلفا في قريش اللي بيسمى حلف الفضول قبل البعثة، لو دعيت إليه لحضرته، لو دعي إليه مرة تانية وهو نبي ودول المشركين هروح له. ليه؟ لأنه نصر فيه عبد مظلوم، هضم عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، هضم حقه وظلمه وأخذ منه أشياءه في الحج ولم يعطيه حقه، فوقف ونادى على قريش أني مظلوم من ينصرني، فأقاموا حلف الفضول. النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف، دعي له من كبارات قريش، دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضور هذا الحلف، فلما حضره أثنى على من كانوا فيه لأنهم نصروا هذا المظلوم. عمرو بن هشام نفسه هذا الذي لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهل كان يحفظ حرمة البيوت. حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في ليلة الهجرة وهو واقف على باب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله وهو لم يره هو من معه، فقالوا له في الصباح قالوا له وهو واقف هل دخلنا عليه الدار؟ فقال أتريدون أن يتحدث العرب أني اقتحمت على محمد بيته؟ هذا ليس من أخلاق العرب، فأخلاق العرب فيها الكثير والكثير مما كان مما أقره الإسلام ومما يحبه الإسلام ومما يحب أن يكون. يا ليتنا نعود إلى مثل هذه الأخلاق مرة أخرى ونتممها بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هرقل عظيم الروم لما أرسل أبو سفيان إليه كان هناك، وقد سمع هرقل بمبعث رجل من العرب يدعي أنه نبي بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فقال ائتوني بمن عندكم من العرب، فجاءوا إليه بأبي سفيان.
وأبو سفيان كان في وقتها على الشرك، وكان من أعدى الأعادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هرقل: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم وإلى ما يدعوكم؟ قال: يدعون أن نعبد الله ولا نشرك به. قال: ثم ماذا؟ قال: وأن نترك ما يقول آباؤنا، اللي هو يعني هبل واللات والعزى ومثل هذه الأشياء. قال: وإلى ما يدعوكم أيضا؟ قال: يدعونا إلى الصدق والصلاة وصلة الأرحام. الله، الحاجات دي وحشة؟ قال له: لا، هذه أشياء جميلة. قال: وهذا ما يبعث عليه كل نبي. ده اللي بيرسل به كل الأنبياء. إذن فالرسالات السماوية يكمل بعضها بعضا، والجوانب المتفق عليها بين الرسالات السماوية جوانب كثيرة جدا، والجانب الإنساني فيها، جانب الأخلاق والمعاملات بين الناس وبعضهم بعضا، هي أكثر مما يظن الناس أنها مواطن اختلاف. طب يعني دعنا نتحدث عن العبادات أستاذ تامر، يعني ونحن نتحدث عن العبادات، البعض يؤدي العبادات بشكل جيد جدا، ولكن نجد في المعاملات والأخلاق سلوك مختلف. نعم. ماذا تقول لهؤلاء وهذه الازدواجية؟ هل العبادات ينبغي أن يكون لها انعكاس على السلوك وعلى الشخصية؟ تعالي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت امرأة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن صلاتها وصيامها وقيامها، ولكنها تفعل شيء بسيط جدا، تسب جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ما بتعملش أكتر من كده. يعني الراجل وداخل ترزع الباب في وشه جارها مثلا، تقول كلمة تضايقه، إيذاء بس مش أكتر، أو بتتكلم عليهم من وراء ظهرهم، ولكنها صوامة قوامة متصدقة، يعني حاجة كده كل الناس تشوفها، إيه الإيمان وهذا النور يعني. طب لم تشفع لها هذه العبادات؟ لم تشفع لها هذه العبادات. ليه؟ لأنه يوم القيامة يأتي الإنسان، حيث كنا بنتكلم عن الموازين، ويأتي من ظلمهم ومن خاض في أعراضهم. نعم. تعالوا، كل واحد مكتوب عليه كل شيء، أنت سببت فلان وتكلمت في عرض فلان وكذا وكذا، فإن هذه هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكنها تحلق الدين، من كتر ما الإنسان خاض في أعراض الناس وظلم بلسانه واغتاب ونمى وأكل حقوق الناس، يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وظلم هذا، فيؤخذ من حسناته فتطرح على حسناتهم، حتى إذا فنيت حسناته اللي حضرتك بتسأل عليه كتر ده، أخذ من سيئاتهم ثم طرحت على سيئاته، فثقل ذلك على ظهره يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، فلا يتحمل فيلقى في النار. نعم. طب يعني كنا بنتحدث عن رحمة الله، وفي النهاية ربنا بيغفر الذنوب، لمن يرتكب مثل هذا هو يثق في قدرة الله على غفران كل هذه الذنوب، وبالتالي هو يعني نقول طيب. بيزودها لا هو بيزودها شويتين. طب خلينا نقول بس كده ببساطة شديدة، أنا كطالب في مرحلة تعليمية معينة، أقول في الثانوية العامة مثلا أو في الليسانس، أنا أثق في قدرة الله عز وجل أن الله قادر أن ينجحني دون أن أكتب كلمة واحدة في الورقة. نعم. هل أعتمد على هذا وأعتمد على يقيني وثقتي في قدرة الله عز وجل وحسن ظني في قدرة الله عز وجل ثم أذهب بورقتي وليس فيها كلمة؟ نعم. وأنتظر أن أحصل النجاح؟ مش منطقي. مش منطقي. ليس مطلوبا منك أن تلقي ما طلب منك وما يجب عليك على حسن ظنك واعتقادك في رحمة الله ولا اعتقادك في قدرة الله. الله عز وجل طلب منك وأوكل إليك ماذا؟ أوكل إليك أمرين. أوكل إليك الأمر الأول أن تتأدب بأخلاق الإسلام، وألا تظلم أحدا، وألا تجور على أحد، وألا وألا وألا. الأمر الثاني إذا أذنبت أن تستغفر، ومع استغفارك تحسن الظن بأن في الغفور الله الرحيم. نعم. لكن أن تأتي وتسيء الأدب مع الله عز وجل وتدخل على الله هكذا وأنت تفرد ذراعيك وأن الله سيغفر لك، هذه الرحمة لم توجبها أنت على الله. نعم.
وإنما أوجبها الله على نفسه للذين يؤمنون والذين يتقون والذين يؤتون الزكاة وهم بربهم لا يشركون. نعم. طب دعني أسأل السؤال معكوس، يعني البعض لا يؤدي العبادات، نعم، ولكنه حسن الأخلاق، نعم، وربما لا يكون على الإسلام أصلا، يعني فكرة أن هو لا يؤذي أحد وبالتالي هو لا يضر أحد، ولكن العلاقة مع الله هو شأن آخر. أو دعنا نتحدث عن المسلم الذي لا يؤدي العبادة، نعم، ويقصر فيها اعتمادا على أنه حسن الأخلاق والجميع يشهد له بحسن الأخلاق. نعم. خلينا نتفق الأول على أن احنا لينا علاقة بدائرة المسلم. المسلم حسن الخلق ولا يؤدي العبادة، أما غير مسلم فليس موضع حديثه هنا، يعني نعم، لأنه أمر آخر في العقيدة، يعني ليس هذا مجال. المسلم الذي لا يؤدي العبادات ولكنه حسن الأخلاق يؤجر على حسن خلقه ويؤذر ومذنب ومقصر في عبادته، يحاسب على ذلك. نعم. مفيش خلط بين الاثنين، لأنه مطلوب من الإنسان الامتثال. يعني أنا عندي الإسلام بيقام على 5 أركان. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة. الأمر الثاني إقام الصلاة، ده فرض علي كل يوم بيعدي عليا 5 أوقات، هنقول إن مجموعهم 100 درجة، صليت منهم واحدة هاخد 20، صليت الخمسة هاخد 100، ده إذا قوبل يعني إن شاء الله. ما صليتش خالص هيبقى عليا 100 سيئة قصادهم، محطوطة الناحية التانية. طب أنا بقى حسن الأخلاق في ده كله، صادق، ما بغشش، ما بكذبش، ده جميل جدا. أنت في دائرتين، الدائرة الأولى دائرة ما بينك وما بين الله، الدائرة الثانية ما بينك وما بين الناس. أحسنت ما بينك وبين الله، أحسنت ما بينك وبين الناس، هذا أمر تؤجر عليه، لكنك آثم ومذنب فيما أسأت بينك وبين الله، هذا أمر طبيعي. طب هما يعني البعض بيتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى ربما يغفر التقصير، برضو هنرجع لنفسي، برضو هنرجع لنفس الدائرة تاني. نعم. يعني أنا يجب أن أتأدب. حضرتك بتقولي واحد لا يصلي، واحد لا يصوم، واحد لا يزكي، واحد لا يعترف، يعني حتى مش لا يعترف، واحد لا يقدس ولا يعظم شعائر الله، لكن هذا الشخص لو جاء معتذرا وتائبا الله يقبل الله ويغفر الله، لكن هو بعد التوبة هل سيظل على ما هو عليه من تقصير ولا سيغير؟ سيغير. إذن فطالما أنه لم يصل إلى هذه النقطة أنت مقصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه؟ المسلم المسدد، يعني الموفق اللي ربنا مديله درجة التوفيق، اللي هو لما نعكس بقى اللي حضرتك بتقولي عليه، هو بيصلي بس عباداته مش كتير، بيصوم بس يعني بيصوم رمضان وخلاص، يعني بيعمل الحاجات دي بس ايه، ما هوش يعني الزاهد العابد، ولكنه حسن الخلق مع الناس. ان المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام بحسن الخلق. يا الله. نعم. المسدد هنا بقى ايه؟ بقى مسلم شهد أن لا إله إلا الله وبيصلي وبيجتهد في أن ربنا يتقبل منه، بس يعني يمكن بيسرح في الصلاة شوية، يمكن بيجمع فرضين مع بعض، لكنه مع هذا كله حسن الأخلاق. انعكاس العبادات دي في حسن الخلق هو ده البراند بتاع المسلم. طب يعني وقت هذا هقول لحضرتك قبل الوقت ما يخلص دقيقة واحدة. نعم. أي واحد فينا بيصلي وبيدخل المسجد وبيصوم وبيذكر بيعمل كل حاجة، قيس نفسك على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كيف كان رسول الله؟ قالت كان كالرجل منكم في بيته، زي أي واحد فيكم في بيته، إلا أنه كان حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحاكا، كان بساما. شوف بقى ده جوه البيت، انت بتصلي وبتعمل كل حاجه كويسه، يعني الناس بتصلي وبتعمل كل حاجه حلوه وبتتعامل مع الناس كل حاجه كويسه، لكن اقرب الناس الي يشكون من سوء خلقه. نعم. طب استاذ تامر، يعني يمكن احنا في المجتمع بتاعنا دلوقتي اصبح سوء الخلق او استخدام الفاظ نابيه او يعني اسلوب التعامل بين الشباب مع بعض بيكون في قدر كبير من الخطا. فكرة أن من يلتزم بحسن الخلق بينظر إليه نظرة ربما أصبح موضع سخرية. فكرة المفارقة، يعني إزاي الغلط بقى هو القاعدة والقاعدة بقت كمان ملزمة للناس بأنها تلتزم بسوء الخلق. ده أخطر شيء في الموضوع ده.
احنا عندنا في مجتمعنا لو واحد ركن العربية غلط هتلاقي كل الناس بتركن غلط وراه، نعم، من غير ما تسأل هو ليه وهو ده صح ولا غلط. نفس الكلام في الأخلاق، في نظريات اسمها نظريات العقل الجمعي، ان الإنسان بيدخل في صفوف الجماهير ويعمل زيهم من غير ما يسأل نفسه انا بعمل ده ليه. فالأخلاق من أكتر الركائز اللي بتؤثر فيها في أن هي تظهر وتنتشر أو تقل وتضمحل وتنقرض، هي فكرة العقل الجمعي، هي فكرة البيئة المصاحبة. ولذلك أحد العرب كان من الناس اللي عندها مروءة، كان راكب الفرس بتاعه ماشي في يوم من الأيام، فوقف رجل لص نصاب محتال، استغاث بهذا الرجل وقال له أردفني معك، يعني ركبني وراك. فوقف الرجل له لأنه عنده مروءة وأعطاه ماء، طلع له الزمزمية بتاعته والإزازة واداله يشرب وقال له اركب. فركب الرجل رديفا له، يعني تاني واحد وراء يركب وراه. فلما استقر واستوى على ظهر الحصان أسقط صاحب الحصان، زق وقعه وأخذ الحصان وذهب بيجري بيه. والراجل واقع، وقعت الحصان بتبقى صعبة، ممكن يكون حصل له كسر في العمود الفقري ولا حاجة، فمش قادر يقوم. فقال له يا هذا انتظر. فقال له ماذا؟ قال له لا تخبر أحدا أنك فعلت هذا. قال له أتطلب المجد وأنت على مشارف الموت؟ ده حتة صحراء وأنت واقع مكسور ويمكن حيطلع ديب ياكلك دلوقتي ولا أي حاجة، أنت عايز مجد؟ مين اللي حيقول عليك أنت فلان ولا بتاع ولا خدت ولا سرقت ولا؟ قال له والله ما أردت بهذا مجدا. وده الشاهد في الموضوع. أنا مش بقول لك ما تقولش لحد كده علشان الناس يقولوا إن أنا اتضحك عليا ولا الكلام ده، وإنما أريد، لا أريد بذلك مجدا، ولكني أخشى أن يتحدث الناس أنها قد ضاعت المروءة بين الناس. يا الله، محدش هيعمل مع واحد تاني ممكن يبقى محتاج مساعدة اللي أنت فيه. فهي نفس الكلام. الشباب لما بيلاقي ناس على بيئة إيمانية، ناس محترمة بتحافظ على ألفاظها وعلى كلماتها، ما بتقولش كلام نابي، وارد جدا ان احنا اي حد فينا يخفق بعض الشيء، لكن بيرجع اللي في قلبه تاني هو اللي بيطلع، نعم، وبيرجع ياخده ويعزله بعيد عن هذه البيئة، او حتى لو كان في وسطها بيتمسك بشدة انه ما يطلعش حاجة من جواه تبقى سيئة. ويعني انصح كل شاب زي يعني في سني او اصغر او اكبر، دايما حط قدام عينيك قول الله عز وجل: قل لعبادي يقولوا التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم، أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء الداعية تامر مطر الباحث في الشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، وحتى اللقاء قادم بإذن الله وحلقة جديدة من فقه الحياة، لكم تحياتي.